مرحبا بكم مشاهدينا في حكاية جديدة من حكايات السينما. حكايتنا هذه المرة آتية من الشرق الأقصى وتحديدا من اليابان. سنحكي قصة أفلام الأنمي اليابانية ليعود بنا الحنين إلى طفولتنا التي كان الأنمي جزءا منها، رغم أنه لا يتعلق بالأطفال فقط، وتلك ميزة من أهم ميزات هذا النوع من الأفلام. صحيح أنه وكما يبدو من اسمه يشير إلى الرسوم المتحركة، لكنه يطرح قضايا مختلفة، منها ما هو فلسفي ووجودي، ومنها اجتماعي وآخر عاطفي أو حركي، ومنها ما يهتم بالخيال العلمي وأدب الروايات والرياضة. معظم الموضوعات المطروحة نابعة من الواقع وتعكس بشكل أو بآخر الثقافة اليابانية. في فقرة المخرج نتعرف إلى هاياو ميازاكي، وهو فنان ومطور رسوم متحركة وكاتب ومخرج ومنتج سينمائي معروف، فكونوا معنا. علينا العودة لبدايات القرن العشرين لنتعرف على تاريخ الأنمي من خلال آباء القصص المصورة اليابانية مثل أوتين شيموكاوا وجوني شيكوشي وسيتارو كيتاياما. ويعد فيلم ناكامورا جاتانا الذي أنتج عام 1917 أول فيلم رسوم متحركة ياباني قصير، ولم يكن سوى مقطع كوميدي مدته 4 دقائق يروي قصة ساموراي يشتري سيفاً ويخسر أمام خصم ضعيف يواجهه. وأثناء الحرب العالمية الثانية تأثر الرسامون اليابانيون بأفلام ديزني وصنعوا أفلاماً مسلية تخرج الناس من أجواء الحرب، لكن صدى الحرب تردد في فيلم نسور موموتارو البحرية عام 1943 للمخرج ميتسيو سيو، وهو فيلم دعائي يتحدث عن نجاح العسكريين اليابانيين في الهجوم على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية. ولا يمكن اعتباره فيلماً روائياً طويلاً، إذ كانت مدته 37 دقيقة استخدم فيه سيو رموزاً من الفولكلور الياباني. عام 1963 سنبدأ مشاهدة فيلم أسترو بوي الذي يعد أول أنمي على الإطلاق، ثم نقفز إلى الثمانينيات ونستمتع بسلسلة أفلام دراغون بول، وفي الثمانينيات أيضاً نحضر عرض فيلم قبر الخفافيش الذي حمل نبرة أكثر نضجاً وحزناً. عام 1997 أنتج فيلم الأميرة مونونوكي، وكان الأكثر تكلفة في ذلك الوقت بمبلغ وصل إلى 2400 مليون يان ياباني. وعلى سيرة الأرقام، فأعداد معجبي الأنمي مستمرة في الارتفاع. انتشرت أفلام الأنمي في 70s و 80s القرن الماضي، وازدهرت في 90s. وجاءت التسمية تأثراً بأفلام الأنيميشن الأمريكية، سيما بعد هزيمة اليابان أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. فقد بدأ الرسامون اليابانيون محاكاة رسوم ديزني مع احتفاظهم بملامح خاصة لشخوص أعمالهم وبقصص مستمدة من واقعهم، وكثير من أفلام الأنمي مستوحى من رسوم المانجا اليابانية التي تنتمي لفن الكوميكس. تتميز ملامح شخوصها بالعيون الكبيرة البيضاوية ذات الألوان اللافتة كالأحمر والوردي والأخضر والأرجواني، إذ يضفي اللون عمقاً آخر للشخصية. أما الأنف والفم فيبدوان في غاية الدقة، ما يسمح بالتعبير عن المزاج والأفكار بدقة.
وفي حين أن الأنيميشن الأمريكي موجه للأطفال، فالأنمي الياباني أكثر عمقاً وأبعد تأثيراً ويستوعب أكثر من فئة عمرية. ولأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمانجا، الفن الشعبي الياباني، فإن كثيراً من نصوصه يحمل نفساً أدبياً، روائياً وحوارات عميقة. I watch them quite regularly. I'd be a big fan of anime movies, and I think the thing that certainly as a kid, kind of growing up, the thing about anime movies is that they always seem very kind of whimsical and fantastical, and kind of they felt like an escape. You know, they seemed like this. They seemed like films that could allow me to escape to a new world. And as an adult, I kind of really appreciate that even more. Actually, a lot of Japanese anime filmmakers, they insist on using traditional hand drawing. So that's why from the first look, you can tell like which is the Japanese one and which is like the Hollywood one or the Disney one, because one is like you use hand painting and it makes it look simple. It does feel like sometimes Disney can patronize its audience. It can look down on them. It worries about how they're going to react or feel. Japanese anime treats children with more respect sometimes when it comes to understanding themes and ideas. And I really love that. And then also, as I said, I prefer Japanese animation over Western animation because of how they handle the art of animation. In Japan, animation is for all people, all ages, all any genders, you know, young and old, men and women, everybody loves animations. But in United States, animation is still basically for kids and children. But this trend is changing in United States because of influence from Japanese animation. So I really like to watch Japanese anime movies because they're stories, for me personally, they have a more human connection. And essentially, they're just stories which are generally not seen in other animation mediums in other countries. They love to experiment with new techniques, and they were always way ahead of our times in terms of animation. I feel like the target audience for most Japanese movies that I've watched is maybe like 15 to 25, whereas Hollywood movies is 5 to 15, and the themes are more interesting to me in something that is a little bit more adult. لا يقتصر الخيال في أفلام الأنمي على الرسم الخاص بالشخوص الإنسانية، بل تحظى الحيوانات والكائنات غير البشرية برسم خاص كالوحوش والشياطين وحتى الروبوتات، تكتسب ملامح مختلفة عن خصائص البشر. كما تولي أفلام الأنمي اهتماماً خاصاً بالموسيقى الافتتاحية والمصاحبة والختامية، وقد يؤدي الموسيقى فرق شعبية يابانية أو مطربون يابانيون، وتؤلف لها أغاني خاصة. الاهتمام بالأنمي الياباني لا يثري ثقافة اليابانية ويروج لها فحسب، بل أصبح صناعة تدر على القائمين عليها أموالاً طائلة وتحفز الموهوبين على دراستها والإبداع في مجالها. ولعل ما يميز هذه الصناعة أنها بدأت بطريقة تقليدية باستخدام الرسم العادي، بينما يستخدم الوسيط التقني لربط الأجزاء وإنجاز عمليات المونتاج والتنقيح، لكنها تحولت لاحقاً إلى عملية رقمية بالكامل توفيراً للوقت والجهد. ما نوعية القصص والمواضيع التي تطرحها أفلام الأنمي؟ It's what we call mainstream anime. And that can be working on all kinds of stories, but probably sports and fantasy are the main big themes. Fantasy can include all kinds of adventures stories, with action and martial arts, but also science fiction as the highlights. Some tropes that can be easily recognized when talking about anime, and therefore have been identified as equivalent to Japanese visual culture, are the giant robots or mechas,
but also figures from Japanese medieval history, such as ninjas or samurais. There are also archetypes that are associated to manga, to the Japanese comic books. برأيك هل تساعد أفلام الأنمي في توسيع مساحة التعبير أو تقلصها كونها محصورة في الرسوم المتحركة تحديداً؟ Anime is also sharing with comics, with Japanese comics, some visual codes, such as the character visual design, some of the character visual designs, which are very representative. Okay, the representation of emotional reactions on characters, the clothes, the hairstyle. As a consequence, anime has had an influence on other kinds of animation, but also on other elements of our culture, like visual design, advertising, and even live action films. So just a little disclaimer on this, animation, Japanese animation has also contributed to the dissemination of Japanese history and to Japanese language. كيف يستطيع الكاتب اختيار مواضيع وكتابة نصوص لأفلام من هذا النوع ليست مخصصة لفئة عمرية معينة؟ كيف يراوح بين التلميح والتصريح؟ Particularly important is the drama in anime. The relationship among characters that fuels all Japanese animation, and also not only the TV series, but also Japanese movies, Japanese animation movies. So there are different reasons for this, production cost, tradition among the medium, the relationship with Japanese literature and visual arts. But the thing is that anime as a medium is particularly focused on the development of the self. Whatever we talk about a teenager or a child, mainly are young characters. But in anime, we have all these lots of voiceover, introspection, and therefore, as a consequence, in terms of style, the time of narration is also expanded. So it's very slow, and in some moments, in comparison to fast-paced elements such as action scenes and explosion, it seems even a little boring. فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لمواصلة حكاياتنا السينمائية فابقوا معنا. ما يميز أفلام الأنمي وما هي معايير جودتها أو رداءتها؟ Yeah, I would say for anime and even manga, a lot of it comes from the appeal. The character design, the way they're posed, the expressiveness of like the way the eyes are drawn. There's a lot of, I guess, what you would say as an animator myself would call appeal. And so for that, I think that's why there's a lot of this sort of love for the art form and the craft of anime and manga. ماذا تمثل أفلام الأنمي بالنسبة للثقافة الآسيوية واليابانية الشعبية تحديداً؟ وكيف ينعكس ذلك في أفلام الأنمي اليوم؟ Yeah, I think, you know, it's really the shining star of, I think, the art form in Japan that kind of came from that era of woodblock prints. And even when you look at the early sort of forms of that woodblock printing, there's a lot of very comic nature in that art form, which I think then is also kind of why there was this great rise of anime and Japan, especially in the 50s and the 60s after World War II. And so we saw that kind of come into the world of anime, I think in the 70s and 80s, and even the 90s as well, which then kind of carried on into North America, whereas where I, as a small child in the 80s, you know, saw shows like Astro Boy and Kim of the White Lion, which were created by Osamu Tezuka, who is pretty much considered like the grandfather of manga and Japanese animation. And so when you think of that kind of appeal coming over to North America, and as a small boy seeing this, and it really inspired my own style and a lot of that appeal
wanting to become an animator based on what I was seeing from Japan, I think that that carried a lot of weight as it sort of moved into the 90s and even into the 2000s. And currently, right now, you know, with anime being so popular, you know, with movies and television and video games, that appeal just sort of carried forth, you know, from that era, which I think for a lot of this generation, you know, they're really embracing this art form that really started in Japan. But also you found that the style of anime and manga is also being adapted around the world. جمهور هذه الأفلام غالباً هل هم من فئة معينة؟ Anime, there's various categories, so it just depends on the actual animation. So there are animation geared towards the adult audience and also towards the children. So it just depends on the animation. ما الذي يفسر الانتشار الواسع لهذه الأفلام عبر السنين وحتى اليوم؟ I think a lot of the Japanese animation, it's a little bit, you know, as you I think mentioned before, big eyes or not necessarily always big eyes, but it's very unique and different. And also the storytelling is sometimes very unique, where it's not just a, you know, there's a hero and a villain and sometimes there's a gray area. So I think the storytelling and the culture and the message behind it is unique and sometimes very deep. And so a lot of people find that very intriguing. هل يكون دائما فيلم الأنمي مبنيا على قصص المانجا المصورة؟ No, not necessarily. Some are based on novels, some are based on TV. TV animation, and some are like Miyazaki, Hayao Miyazaki. His films are just created for animation film. So it depends. It depends. So there are films that are solely created for animation films, but many of them are based on manga. يقتصر الخيال في أفلام الأنمي على الرسم الخاص بالشخوص الإنسانية بل تحظى الحيوانات والكائنات غير البشرية برسم خاص كالوحوش والشياطين وحتى الروبوتات تكتسب ملامح مختلفة عن خصائص البشر كما تولي أفلام الأنمي اهتماماً خاصاً بالموسيقى الافتتاحية والمصاحبة والختامية وقد يؤدي الموسيقى فرق شعبية يابانية أو مطربون يابانيون وتؤلف لها أغاني خاصة الاهتمام بالأنمي الياباني لا يثري ثقافة اليابانية ويروج لها فحسب بل أصبح صناعة تدر على القائمين عليها أموالاً طائلة وتحفز الموهوبين على دراستها والإبداع في مجالها ولعل ما يميز هذه الصناعة أنها بدأت بطريقة تقليدية باستخدام الرسم العادي بينما يستخدم الوسيط التقني لربط الأجزاء وإنجاز عمليات المونتاج والتنقيح لكنها تحولت لاحقاً إلى عملية رقمية بالكامل توفيراً للوقت والجهد بفنه المبدع ومواقفه الإنسانية يعرفه العالم المخرج الياباني هاياو ميازاكي صاحب روائع عدنان ولينا وهايدي وكونان الموجودة في ذاكرة أطفال العرب والعالم عايش الحرب وعرف أهوالها وهو المولود عام 1941 في طوكيو عمل شاباً في شركة توي أنيميشن وتميز بترك بصمة واضحة على الأعمال التي شارك بها رغم أنها عولجت بزوايا مختلفة وحملت رؤى متعددة مثل أفلام رحلات جوليفر والرياح تشتد وغيرها Baby.
تفنن برسوم المانجا اليابانية المعروفة منذ صغره وأغرم برسم الطائرات، خصوصاً أن طفولته عايشت أجواء الحرب وطائراتها، فأنشأ في أفلامه آلات طائرة ميزت أعماله. منح المرأة في أفلامه دور البطولة، وعن ذلك قال: قاتلنا من أجل من يؤمن به من كل قلوبهن، سيحتاجن لصديق أو شخص يدعمهن، لكن لن يحتاجن أبداً لموقف. أي امرأة قادرة أن تكون بطلة مثل أي رجل. He's done 11 films so far, and each film kind of takes you into a very detailed, very immersive, very rich kind of world in itself. And that's very specific to him. He's a very imaginative, very artistic director. Another thing I would say is that Miyazaki and his studio are very, very, they have a very strong moral vision. And this is very much related to their feeling about nature and human beings' interaction with the nature. And you can say that that's part of Japanese tradition, in that you do have an animistic way of thought, which is in a Shinto, that's part of Japanese religious tradition. But it's also, I think, very much a 21st century vision of realizing how vulnerable we are in the world today, and how really human beings need to kind of interact with nature and feel and be treated with respect and awe, but also feel like we are just one, human beings are just one part of this big world. And so this very strong moral vision, which is again sort of both sort of animistic and environmental, is something that really, really stands apart. And this has been really makes his studio, his film stand apart, and has been part of his world since really Totoro, which started in 1988, which came out as a film in 1988, and continues into his most recent works. Very few people did that when he first started out. And now we do have, as I said, a number of really good movie directors who followed in his footsteps. And that's you know, just a different way of looking at the world than from doing television series. But his promotion of strong, I think, female characters has been very important. And not just, you know, young women like Nausicaa, but also old women, middle-aged women, you know, little girls. I mean, he's really interested in creating these three-dimensional female characters who have a lot of interesting qualities to them that I think has been, you know, appreciated by other anime directors. He has, often he makes up his own stories, or he bases a movie on a book. Right now, his latest movie that he's working on is based on a novel from the 1930s, a Japanese novel. But he's also done a movie, Howl's Moving Castle, that is based on an English fantasy novel by an English woman writer. But he does himself create manga. And so a number of his greatest movies, or most interesting movies, are from his own manga. هكذا نكون قد وصلنا مشاهدينا إلى ختام حكايتنا لهذا اليوم، والتي تطرقنا فيها إلى أفلام الأنمي. نشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حكاية جديدة من حكايات السينما. إلى اللقاء.